قال ويكمل الأشواط السبعة، يعني إذا طاف ستة أشواط على قول جماهير أهل العلم لا يصح الطواف. بعض أهل العلم يرى أنه لو طاف خمسا أو ستا كان مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصح الطواف، والجمهور لا يصح حتى يتم سبعة أشواط، يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر. هنا لم يذكر المؤلف وهو أن يطوف حول البيت كله، يعني لا يطوف على الشاذروان الذي هو الزاوية التي ملاصقة بالكعبة، لأن هذه جزء من الكعبة فلا يقف عليها، واللي حافة الكعبة طيب، ولا كذلك يطوف داخل الحجر، وإنما لابد يطوف حول الكعبة، والحجر من الكعبة، الحجر أو الحطيم طيب هذا يعتبر من الكعبة، فلا يطوف داخل الحجر، وإنما لابد يطوف خلف الحجر حتى يطوف حول الكعبة لا داخل الكعبة.